مية. هبص حضرتك كده ستريتش ماشي مع الحد بتاع الحيطة، وفي نفس الوقت ده بدخله جوه عشان يبقى ماشي مع الحرف بتاع البلاطة. لازم الدي اكس اف بتاعنا يتعمل بمهارة فائقة عشان ما يحصلش فيه اي غلط. نيجي هنا ده كده ده كده ستريتش اهوت، وده كده ستريتش اهو تمام. يبقى انا كده ظبطت البلاطه بتاعتي على حسب الحدود بتاعه المنشاه. تاني تظبيطه ببدا اعملها هي تظبيطه الكاميرات بتاعتنا. لازم اهم حاجه، مش بس زياده دي كده مش لازمه، اهم حاجه ان لازم تكون حدود. طب نسيب الكاميرات دلوقتي ونشوف الاعمده بتاعتنا. اول حاجه لو نفتكر كده احنا كنا حاطين هنا حيطه خرسانيه بس انها بامر لاين، ضمننا ان حرف البلاطه جه على الخط بالظبط، بس لازم نضمن ان بدايه البلاطه او ان الكورنر بتاع البلاطه دي يكون ماشي مع بدايه الحيطه بتاعتنا. بص حضرتك كده يعني الراجل ده كده احنا ضامنين ان حرف البلاطه ماشي معاه، ولكن لازم الكورنر ده يكون ماشي مع اوله والكورنر الاخير ده يكون ماشي مع نهايته. تمام كده اهو ماشي مع اوله وماشي مع نهايته. والله حضرتك تجيب ده لده او تجيب ده لبره ايهما اقرب، دي ما فيهاش اي مشكله خالص. طبعا الكلام ده هيستمر لبقيه الحوائط بتاعتنا. الحاجه الثانيه بالنسبه للاعمده الداخليه عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه لازم حرف البلاطه ده يبقى ماشي مع الخط ده، فبامر ستريتش اهوت من هنا لهنا. الحاجه الثانيه لازم الكورنر دي تبقى موجوده عند بدايه الحيطه بتاعتنا، والكورنر دي لازم تبقى موجوده عند بدايه الحيطه. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بظبط المشي اللي انا عملتها بحيث انها تكون ماشيه مع الخطوط اللي انا مثلتها الحوائط الخرسانيه، ولازم تكون ماشيه مع اولها وماشيه مع اخرها. بص حضرتك كده تاني بامر ستريتش باخد ده كده يا باشمهندس، بحيث ده الحرف البلاطه يبقى ماشي مع الخط بتاعنا. الحاجه الثانيه لازم البدايه تكون ماشيه مع المش بتاعتنا، ولازم النهايه تكون ماشيه مع المش بتاعتنا. تاني اهو طبعا الكلام ده هيتعمل لكل الحوائط. بامر ستريتش ناخد ده ولا ده ايهما اقرب، مش فارقه كتير نشيل بس الزيادات دي. بامر ستريتش وليكن ناخد الحرف ده كده من هنا نحطه هنا. الحاجه الثانيه لازم البدايه تكون ماشيه مع بعضها كده، ولازم النهايه متظبطه تمام. طبعا الكلام ده هيتعمل لبقيه الحوائط الخرسانيه بتاعتنا كلها بالكامل الموجوده في المنشا بتاعنا. بامر ستريتش هنظبط تبقى ماشيه مع البدايه وماشيه مع النهايه تمام كده. بالنسبه للكور بتاعنا نفس الكلام. بص حضرتك كده اهو بامر ستريتش هناخد الراجل ده كده بحيث يبقى ماشي مع الحرف بتاعنا، وادي الكورنر ماشي مع بعضه. يجي هنا لازم الراجل ده يجي يمشي مع الكورنر ده كده، ولازم الراجل ده كده يجي يمشي مع الكورنر ده كده، ولازم الراجل ده كده يجي يمشي مع الكورنر ده كده. بامر ستريتش لازم ده يجي مع الكورنر ده كده، لازم ده يجي مع الكورنر ده كده تمام. لو انا جيت رسمت الكاميرا في الحته دي هجيب الليير اللي اسمها بيم، بحيث ان انا اربط الكور كله مع بعض اهو بامر لاين من هنا لهنا. يبقى معنى ذلك لازم المشي بتاعتنا تكون ماشيه مع مع الكاميرات بتاعتنا تمام. نكمل بامر ستريتش اهي يا باشمهندس بنظبطها مع الكورنر اللي في الاول، لازم الكورنر اللي في الاخر يكون متظبط. يبقى معنى ذلك الراجل ده كده لازم يكون ماشي هنا تمام، ولازم ده كده يكون ماشي مع الخط ده، ولازم الكورنر ده كله يكون ماشي مع ده. يبقى انا كده ضمنت الكورنر ده كده ماشي. نيجي هنا لازم الكورنر ده كله الخط ده كله يكون ماشي مع الحرف دوت تمام كده، ولازم يكون ماشي مع اوله ولازم يكون ماشي مع اخره. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا نجيب لاين ونربط الكور ببعضه بكاميرات. الكاميرات بتترسم بامر لاين على لير اسمها بيم كتاب. اولا لازم المشي بتاعتنا تكون ماشيه مع اول الكاميرا ومع اخر الكاميرا ومع حرف البلاطه مع حرف الكاميرا.
زي الكور بالظبط. تمام كده كله متظبط. المفروض ان البلاطات اللي جوه الكور دي كلها نعمل لها ديليت لانها مش موجوده. كل البلاطات اللي جوه الكور دي كلها نعمل لها ديليت لانها مش موجوده. نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا هنعمله مع الكور اللي تحت. بص حضرتك كده اهو، اول حاجه بامر ستريتش ده يجي هنا وده يجي هنا، ده يجي مع البدايه وده يجي مع البدايه. ده بالاضافه ان احنا عندنا كاميرات بامر لاين موجوده على لاير اسمها بيم اللي هتروح للكتاب اهيت، تكون ماشيه مع حرف البلاطه برضو. بامر ستريتش ناخد الحرف ده كده كله نظبطه هنا، ها يكون متظبط في الكورنر اللي في الاول وتظبط مع الكورنر اللي في الاخر. بامر ستريتش ها، بامر ستريتش ده هنا، بامر ستريتش ده هنا، بامر لاين ما تنساش ان احنا عندنا كاميرا من هنا لهنا. بامر ستريتش ناخد الكورنر ده كده ها، بامر ستريتش ناخد الحرف ده كله هنا بامر ستريتش ناخد الحرف ده كله هنا. تمام، يبقى انا كده ظبطت كل البلاطات اللي جوه دي كلها نعمل لها ديليت. كل البلاطات اللي جوه دي كلها نعمل لها ديليت اهو. يبقى معنى ذلك حاجة مهمة جدا ان لازم حرف البلاطة يكون ماشي مع الكور اللي احنا عملناه، سواء فينا من اوله او من نهايته او عند التقاطعات اللي زي ديت ماشي، ولازم يكون ماشي مع الكاميرات بتاعتنا. هنا بقى بالنسبة للرام، اول حاجة بامر ستريتش لازم ده كله يكون ماشي مع الكاميرات بتاعتنا اهو، واوتوماتيك طالما ماشي مع الكاميرات يبقى اكيد ماشي مع الحواد بتاعتنا. يجي من هنا اهو، تمام هو ماشي من الحرف ده كده تمام. يجي من هنا بامر ستريتش ناخد الجزء ده كده اهوت اوتوماتيك اساسا. لو الحيطه دي متظبطه كان المفروض انها تبقى كده، وكان المفروض انها تبقى متظبطه من اولها، تيجي تتظبط من اخرها يبقى تتظبط من اخرها معاها الحيطه ومع الكاميرا في نفس الوقت. بامر ستريتش الزيادات دي كلها لازم تتظبط مع الكاميرا اها. الحيطه ديت اساسا لو كانت متظبطه كانت المفروض انها تبقى كده اهي. يبقى معنى ذلك هي اتظبطت كده مع الحيطة ومع الكاميرا. بعمل ستريتش اهوت الحيطة بتاعتنا ديت هنظبطها. بعمل ستريتش وتيجي هنا لازم ده الكورنر ده يتظبط مع بداية الحيطة بالتالي مع الكورنر بتاع الكاميرا. بعمل ستريتش اهوت وتيجي هنا تتظبط مع بداية الكاميرا. يبقى معنى ذلك حتى الكاميرات بتاعتنا لازم تكون ماشيه على حرف البلاطه، ولازم التقاطعات اللي زي دي تكون ماشيه مع الكورنر بتاعه البلاطات بتاعتنا. طبعا كل البلاطات اللي موجوده جوه دي كلها هنعمل لها ديليت اهي. وبرده البلاطات اللي موجوده بره ديت بامانه برده هنعمل لها ديليت لانها مش موجوده، مفيش اي بلاطات هنا، مفيش اي سقف، هي الكاميرات بس اللي ايه اللي موجوده اهي. ممكن بمنتهى البساطه نجيب الامر ده ونعلم عليها اهو، وادوس انتر واروح شايل الزياده دي كلها مره واحده. ده كده الحرف ده يكون ماشي فوق ستريتش اهو، واشيل دي بحيث ان انا لو رجعت اليرس كلها الاقي كله تمام. يبقى اول حاجه احنا عملناها ان احنا رسمنا مطرح الحوائط الخرسانيه بامر لاين في المنتصف بتاعها، تاني حاجه رسمنا الكاميرات بتاعتنا، تالت حاجه رسمنا مش صغيره نص في نص وعملنا لها الري اللي احنا عملناها ظبطناها مع حدود المنشا بتاعنا. ده اول حاجه.
الحاجة التانية زبطناها مع الحوات الخرسانية زي ما احنا شايفين في اولها وفي اخرها وعلى الحدود بتاعتها، وزبطناها مع الكور بتاعنا معايا، وزبطنا المشي بتاعتنا مع الكاميرات بتاعتنا بحيث انها تكون ماشية معاها، واي فتحات موجودة في السقف مش هنلاقي فيها اي بلاطات عشان يصبح لنا ال دي اكس اف بتاعنا في الاخر حاجة بالمنظر ده. ده الشكل النهائي للدي اكس اف بتاعنا، ورحت بختار ان نقطة الاورجن بتاعتنا هي نقطة المنتصف بالظبط ما بين تقاطع الدياجونال ده والدياجونال ده، على ان دي نقطة همسك منها الموديل بتاعنا او همسك منها الدي اكس اف بتاعنا. ده بالنسبة للدي اكس اف بتاع دور الباركينج.